السلام عليكم الناس، مرحبا بكم. اليوم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنوجدو كسكسو مغربي مروكون كوسكوس، وهذا بزاف الناس تيقراو معايا باغيين يعرفوا مروكون كوسكوس كي داير. ودابا ان شاء الله قلت لهم غنصور لكم الفيديو، واخا غنهضر بالمغربيه ولكن غنشرح لهم من بعد. بون، على بركه الله. عندنا سميده، كندير انا سميده مغليضه، سميد خاشين. انا كندير جوج كيسان. وبالنسبه للناس يديروا القياس اللي عندهم في الدار، يعني على حساب اذا كانوا بزاف الناس كيلو، على حساب الناس اللي كاينين في الدار. كان عندي هنايا عندي الحمص مرغن وكنت دايره في الفريغو، والفول خضر، عندي جوج كورجيطات، واحد البصله مقطعه، عندي القرعه، عندي القرعه الحمراء وهذه القرعه الاخرى، وعندي لي شو، وعندي خيزو هذاك الصغير اللي كندير في لاصالاد لحقاش ما بقاليش الاخر وغنستعمل غير هذا. عندي جوج لفتات كبار مقطعين، عندي طريف ديال اللحم، وعندي معلقه ديال السكنجبير، و نص معلقه صغيره ديال الابزار، ونص معلقه ديال الملح حيت ديجا عندي اللحم مالح، ومعلقه ديال التحميره، ومعلقه ديال الخرقوم، وعندي الزيت بطبيعه الحال. غندير نص بلدي ونص هاد الروميه. دابا غنشعل البوطه ديالي، دابا غنبداو على بركه الله. عندي الكسكوطون، هذه هي الوسيله فاش كنطيبوا الكسكسو ديالنا. غندير البصله هي الاولى، غنضيف عليها الطريف ديال اللحم، وغنضيف عليهم الزيت بطبيعه الحال، وغنخليها غنخليهم يبداو يتشحروا، ومن بعد نضيفوا العناصر الاخرى. بعد ما بدات الخيمة ديالي تتحلى، دابا ان شاء الله غنضيف ليها الفول والحمص واللحم. هادو هما اللي كاينين اللي كياخدو بزاف الطياب، وخيزو إلا كان عندك خيزو غليظ كضيف ليه من الأول. أنا حيت متوفر عندي غير هذا غنخليه من بعد، كضيف الما يكون باكل شوية، وكنضيف العطرية ديالي. ما كنضيفهاش على الزيت باش ما تحرقش ليا ويمشيو الفوائد ديالها. أنا ديما في الماكله ديالي كنخلي العطريه حتى كندير الماء، سواء في المارق او في الطاجين او في اي حاجه كنديرها، ديما هكا التاديه باش ما كتحرقش وكتلصق لي في قلب المقله او الطاوه ولا الكسكوسه، وكتمشي ديك الفائده ديالها. وهكذا دابا غنغطيو عليها وندوزو ان شاء الله للسميده ديالنا. السميده ديالنا كنديرو القياس اللي غن ان شاء الله نطيبو، وكنضيفو لها شويه ديال الزبيطه. الاول كنديرو غير الزيت فقط، وكنخلطوها مزيان، كندمجو هاديك الزيت مزيان مع بعضياتها بحال هكا. غنطفي البقراج، بون كنبقاو ندوزو هاديك الزبيطة مع الحفشة ديالنا.
وبالنسبه للخضار كنبقى نضيف بشويه بشويه، من بعد غنضيف القرعه، ابخي عاد غنزيد لي الشو، عاد الكورجيت هو وخيزو حيت عندي هذا رقيق ما غنضيفوش دابا حتى التفويرات كسكسو التاليه باش ما يذوبش ليا ويتكسر باش يبقى صايم، وحيت نبغي نسقي به الكسكسو ديالي يكون باقي شاد راسو. بعد ما جات الحمى ديالي كتحلى دابا ان شاء الله غنضيف ليها الفول والحمص والاسمنت، هادو هما اللي كياخدو بزاف الطياب. الخيزو الا كان عندك خيزو غليظ كضيف ليه من الاول، انا حيت متوفر عندي غير هذا غنخليه من بعد كضيف الماء يكون دافي شوية. وكنضيف العطرية ديالي، ما كنضيفهاش على الزيت باش ما تحرقش ليا ويمشيو الفوائد ديالها. انا ديما في الماكله ديالي كنخلي العطريه حتى كندير الماء سواء في المرق او في الطاجين او في اي حاجه كنديرها ديما هكا التاديه باش ما كتحرقش وكتلصق لي في قلب المقله او الطاوه ولا الكسكوسه وكتمشي ديك الفائده ديالها. وهكذا دابا غنغطيو عليها وندوزو ان شاء الله للسميده ديالنا. السميده ديالنا كنديرو القياس اللي غن ان شاء الله نطيبو وكنضيفو لها شويه ديال الزبيطه. الاول كنديرو غير الزيت فقط وكنخلطوها مزيان، كندمجو هذيك الزيت مزيان مع بعضياتها بحال هكا. صغير غنطفي البقراش بون، كنبقاو ندمجو هاديك الزبيطة مع الحفشات ديالنا. وبالنسبه للخضار كنبقى نضيف بشويه بشويه، من بعد غنضيف القرعه، ابخي عاد غنزيد لي الشو، عاد الكورجيت هو وخيزو حيت عندي هذا رقيق ما غنضيفوش دابا حتى التفويرات كسكسو التاليه باش ما يذوبش ليا ويتكسر باش يبقى صايم، وحيت نبغي نسقي به الكسكسو ديالي يكون باقي شاد راسو. ودابا ان شاء الله كنديروا الكسكسو ديالنا في الكسكاس وكنخليوه حتى كيفور، وان شاء الله من بعد ما يفور نتلاقاو من بعد. ودابا ان شاء الله كنديروا الكسكسو ديالنا في الكسكاس وكنخليوه حتى كيفور، وان شاء الله من بعد ما يفور نتلاقاو من بعد. بعد ما فور الكسكسو ديالي التفويره الاولى دابا كنبقى ندفع عليه شويه الماء وكنخليه يتشرب. انا صراحه عندي كميه الكسكس قليله حيت حنا جوج الناس انا وراجلي فقط، كيفي ما كنديرش بزاف باش ما يبقاش ليا، كندير حد قدو واخا كنكثر الخضره، مي السميده كنديرها قليله ما كتعجبنيش تبقى، واذا بقى كيبقى طبيصل صغير ولا شويه ما كتبقاش شي حاجه كثيره. والخضره بطبيعه الحال كتاكل. ودابا غنبقى ندير ليه بحال هكا وشويه وغنرجع يدير تفويره ثانيه. بعد ما سقينا الكسكسو ديالنا بالماء رجعناه يفور تفويره ثانيه وغنعاودو ان شاء الله الثالثه
عاد غنضيف ليه الزيت والملح ونقدموه ان شاء الله باذن الله. وبعد ما تفوري الكسكسو ديالي تفوره ثالثه كنضيف الكورجيب وكنزيد عليه الكرم وكنعاود ندير الزيت والملح على الكسكسو ديالي وكنرجعهم يتفوروا. بعد ما كنفوروا الكسكسو ديالنا تفويره اخيره كنديروا ليه الزيت البلديه وشويه ديال المليحه وكندمجوا هاد الزيت اللي ديا فيه وهاد الحبيبات كنحيدوهم. وبعد ما كنديروا الزيت والملح الكسكسو ديالنا كنرجعوه يفور اخر تفويره كنقدموه ان شاء الله. وبعد ما كيوجد الكسكسو ديالنا سقيته وقدمته على هاد الشكل في الكسكسو ديالنا. وكنتمنى الكسكسو ديالي يكون الاعجاب ديالكم وان شاء الله تاكلوا بالصحه والعافيه وطول العمر. ونتمنى يكون عجبكم ونال الاعجاب ديالكم وما تنساوش تفعلوا الجرس وتعملوا جيم وتعملوا سبسكرايب. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد وجمعه مباركه للجميع.